قلت لكم ايمان اليوم الصباح احنا اجتماعنا هذا الميتنج ما راح يطول، نوزع المهام وان شاء الله الامور طيبه. اوكي سجل اللي عندك، انت وفريقك لازم تعملوا ميزانيه صادر وارد وكده. ها وانت سالم انت عندك موضوع الجوده والانتاجيه، تعمل جودة والإنتاجية، أوكي؟ سويها أنت وفريقك. نبغى شغل كويس ها؟ مو كل مرة أقعد أقول لكم ها؟ وأنت خالد، سوي عندك موضوع الحملة التسويقية. نبغى حملة تسويقية كويسة يعني مو كل مرة أقعد أقول لكم أنا وكذا، فخلاص يعني المفروض تعرفوا كل واحد يعرف شغله. هنا يشعر الإنسان بنوع من الملل. ملل، ما في حماسة، ما راح يحضر، ما راح يستعد كثير، ما راح يشعر بالقلق، ما راح يكون أداءه ملهم، وإنما سيكون أداءه عادي جدا عادي جدا. طيب والإشكال هو ليست مشكلة في أداء، ولكن المشكلة في هذه الخلطة، خلطة التحدي وخلطة القدرة.